أولا سلام وتحية لكل جماهير النيلة. نظن أن الاتصالات كانت يعني عادية والحمد لله، يعني سهلنا الأمور بعضنا البعض. أظن أن الفترة اللي مر بها فريق النيلة فترة صعبة صح، ولكن أظن شفت إرادة قوية وحركية في الطاقم الإداري ولا عند اللاعبين، حتى يعني إن شاء الله نخرج من هذا المأزق ونكون من بين الفرق المنافسة إن شاء الله مستقبلا. فأظن أن الأمر صح، المهمة كما قلت ليست بسهلة، ولكن بالقدرات الإنسانية اللي كاينة في عميل إن شاء الله وإرادة الجميع، أظن أن في مقدورنا باش نكونوا في بر الأمان إن شاء الله. الشيخ يعني كيف تشوفوا يعني مفاتيح البقاء في الأولى؟ هو الفوز، فأظن اليوم يعني إذا كان يعني الخصلة اللي نشوفوها في عميلة هي الإرادة القوية عند اللاعبين، ولكن خاص كما يقولوا مقابلات وين الفريق محتاج إلى 3 نقاط. فإحنا إن شاء الله سنحاول جهد الإمكان إعطاء نفس وحركية جديدة اللي تخلي ديناميكية الفريق تمشي إلى الأمام، وتخلي أن الفريق يؤمن بقدراته. لأن صراحة يعني 14 تعادل كي تشوفوا كي تدير له تحليل تلقاه فيه إيجابيات، فيه قوة الفريق، لأن خسارة 5 خسارات فيه الفرق اللي تلعب على المراتب الأولى وخسرت أكثر من 5 مباريات. ففي عين ليلة فيه يعني كما قلت لك أشياء إيجابية اللي لابد نستفدوا منها، يا وفيه أشياء سلبية اللي نحاولوا كيف نحطوا كما نقولوا تجربتنا حتى يعني نبعدوا ونكونوا أكثر إيجابي إن شاء الله. الشيخ هضرت بلي كاين تفاؤل كبير بان حقوا ضمان البقاء بالرغم من صعوبة المهمة. الشيخ واش تقول الأنصار كرسالة اليوم باه يعاونوا الفريق؟ نعم، يعني رسالتي هي احنا اليوم الفريق يحتاج الى سكينة، يحتاج الى انه الكل يجتمع، وكما قلتها يعني شفت هذه الامور، ولكن ماذا بينا ان شاء الله وقوفهم، لان من اسبوع الى اسبوع تلقى روحك تلعب على الباقة، تلقى روحك راك سالك. فاظن الفريق اللي يكون عنده نفس البعيد والنفس القوي هو اللي يسلك، هو اللي يكون في بر الأمان. فأظن تكلمت مع الإخوان قبيلة كلهم، الفريق اللي صعد من قسم الهواة ومن القسم الثاني إلى القسم الأول، اليوم التحدي تاعنا الثالث هو يعني إنهاء البطولة في القسم الأول. فإن شاء الله كما اجتمعوا يعني الأنصار مع الفريق في الموسمين الماضيين، ماذا بينا نجتمعوا بكل قوانا بكل إرادتنا باش الفريق يكون في القسم الأول. شكرا.